طيب شوفي، زي ما قلت لك الاماكن مره حلوه وكثير، يعني كثير بتجيني اسئله فين اروح، طب انا رايح الباحه، طب فين اروح بالضبط في الباحه، بالذات اذا انا عندي يومين. ضروري يكون في مرشد سياحي منظم رحلات على الاقل ينظم الرحله عشان تقدروا تشوفوا احلى الاماكن في اقل فتره ممكنه. فلما يكون في منظم رحلات ومرشد سياحي، اول شيء منظم الرحلات رح ينظم الرحله، رح يوفر لكم كل احتياجاتكم. انا بسوق لنفسي ومنظمين الرحلات، بس دي الحقيقه يعني مو تسويق والله العظيم، انا ترى فور فري ممكن اعمل. لا تستاهل، لا شوفي تستاهل. انا اقول لك شيء يا ابرار، انتوا اليوم بتمثلوا الوطن، انتوا اليوم الايادي اللي قاعده تدعم الوطن في 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 القطاع السياحي، فمهم كلامك ومهم المعلومات اللي حضرتك بتقوليها، فابدعينا يعني اطربينا بالمعلومات. والله شوفي، زي لما احد ضيف يجيك بيتك ايش تبي تعطيله؟ كل شيء تتخيلي تضيفيه باحلى شيء واطعم شيء، وتبي توري له احلى الاماكن في بيتك، وتبغى هذا هو احساسنا لما يجي احد يسالني فين اروح الباحه، فأطلع له أحلى الأماكن وأقول له ترى المرشد السياحي هذا مبدع، لأنه حيحسس بالمكان، هو ترى من أهل المكان. فلما يوصف لك حيوصف لك الشيء من قلبه، فيه باشن غريب بيكون في المكان وفي أحاسيسه وفي يعني في كل نكهة في كل خطوة يخطيها راح يكون في شيء مختلف. لا تفوتوا الفرصة على نفسكم وتروحوا لحالكم من غير ما تسألوا أحد، لانه في اشياء كثير حتحرموا نفسكم من انكم تشوفوها. عاد المنطقه الجنوبيه سواء الباحه او غيرها، المنطقه الجنوبيه طبعا اماكنها الحلوه ما تنتهي. يعطيك الف عافيه استاذ ابرار باشويعر على هذا طبعا الكم الهائل ما شاء الله تبارك الله على المعلومات اللي اعطيتينا اليوم بخصوص السياحه، احد رواد الاعمال.